السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه اليوم سنخصصها للحديث عن ابعاد ومستقبل المشهد في عدن بعد بيان وزاره الداخليه بحظر الاعتصامات والمسيرات وعن تبعات تصعيد المجلس الانتقالي بالخروج للشارع لرفض الحكومه والمطالبه باسقاطها. إذن أعلنت وزارة الداخلية منع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة عدن، واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار. كما أقرت وزارة الداخلية منع المجاميع المسلحة من دخول عدن، مؤكدة في بيان لها أنها ستقوم من خلال أجهزتها المختصة وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي بواجبها في حفظ الأمن. يأتي هذا البيان في ظل رفض المجلس الانتقالي عقد أي اجتماعات لمجلس النواب اليمني في عدن وإعطاء الرئيس هذه مهلة لتغيير الحكومة تنتهي غدا، ودعوته الشارع الجنوبي للتظاهر رفضا للحكومة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يتجه المشهد في عدن في ظل حالة الاحتقان السياسي؟ وما هي طبيعة الموقف الإقليمي من هذه الأحداث؟ نتابع سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. الداخلية وأجهزتها في مواجهة الفوضى المحتملة في عدن. بيان هو الأول من نوعه تصدره وزارة الداخلية، تضمن موقفها الرافض للتصعيد المحتمل الذي دعا إليه من أسمته الوزارة مجلس حيدروس الزبيدي ابتداء من 28 من الشهر الجاري. الداخلية قررت في بيانها منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن، ومنع أي تجمعات أو اعتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة، واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالاً تستهدف السكينة والاستقرار. الوزارة أوضحت أن أجهزتها المختصة وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي ستقوم بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة، وتحمل في الوقت نفسه المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج. بيان الداخلية حذر من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات التي وصفتها بالفوضوية للانقضاض على أمن واستقرار وسكينة عدن. وعلى المستوى الميداني أصدرت العملية المشتركة الرئيسية توجيهات صارمة لكافة الوحدات العسكرية المتواجدة في عدن برفع درجة الاستعداد القتالي الكامل والبقاء في جاهزية تامة لمواجهة أي احتمالات وفي إطار حماية العاصمة السياسية المؤقتة عدن من الفوضى والتخريب. تترقب مدينة عدن حلول يوم الأحد الذي أعلنه ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي موعدا لبدء حالة الطوارئ والتصعيد ضد الحكومة والمطالبة بإسقاطها وطردها من عدن، دعوة دفعت بالكتلة الأكبر في قوام المقاومة الجنوبية وعبر بيان وقعه 73 من قياديها إلى رفض هذه الدعوات، واعتبارها تمردا من فئة لا صلاحية لها قانونا لأن تعلن حالة طوارئ، إلى جانب دعوات التهدئة والتحذير التي صدرت من شخصية جنوبية كبيرة يتقدمها الرئيس الأسبق علي ناصر محمد. التصعيد المحتمل في عدن يراه المراقبون وجها آخر لانقلاب الحوثيين في صنعاء، وهو أمر من وجهة نظرهم يضع التحالف العربي في المقام الأول أمام اختبار صعب لمصداقيته ومدى التزامه بالأهداف المعلنة لتدخله العسكري في اليمن. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن العميد عبد القوي باعش مدير عام التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور على صلاة. أهلا بك سيادة العميد. إذن نبدأ من البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية حول الوضع في عدن، ما الذي يعنيه صدور بيانا في هذا التوقيت؟ أولا شكرا يعني لاستضافتكم. أهلا بك. وشكرا لاهتمامكم بالوضع الموجود يعني في العاصمة عدن والمناطق الأخرى المحررة. اهلا بك سيدي. بالنسبه لبيان وزاره الداخليه هو بيان طبيعي، يعني وزاره الداخليه هي مسؤوله عن امن واستقرار وسكينه المواطن يعني اليمني في كل ربوع البلاد. نعم. وهي مسؤوله على الحفاظ على الممتلكات الخاصه والعامه، ومسؤوله على يعني حفظ السكينه يعني في العاصمه او المحافظات الاخرى. نعم.
لكن سيادة العميد، يعني إعلان البيان، هل الحكومة يعني لربما في حال حدثت اعتصامات وتم نزول إلى الشارع، يعني البيان أتى من أيضا جاهزية كاملة لمواجهة حدوث أي اختلالات أو مسألة تمرد على الحكومة فيما حذرت منه في البيان؟ أخي العزيز، نحن في وزارة الداخلية مسؤولين على مثل ما ذكرت لك الأمن والاستقرار والسكينة العامة، ولن نقبل أي كان أن يعني يزرع الفوضى ويعلن الفوضى والتمرد على الشرعية الدستورية الممثلة بفخامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وعلى يعني عاصفة الحزم وعلى يعني الشراكة الحقيقية الموجودة في محاربة الميليشيات الإيرانية الحوثية التي تعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها. نعم. إذا طيب، هناك تزامن أيضا في صدور هذا البيان مع دعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي لإعلان حالة الطوارئ غدا، يعني ما هي خيارات الوزارة في قادم الأيام؟ أخي العزيز، أولا يعني من خلال هذا السؤال نحن نوجه يعني السؤال هذا يعني مفروض للمجلس الانتقالي، لأنه يعني ما يقدمها للناس حتى يقنعهم يعني بما يعلنها أولا، وثانيا يعني لا الوضع لا يسمح له ان يعمل مهله، يعني يعطي مهله للحكومه هي تخوض معركه مع اشقاء الاتحاد العربي برئاسه المملكه العربيه السعوديه لانهاء انقلاب الميليشيات الحوثيه الايرانيه اليمن والمنطقه برمتها. هذا جانب. الجانب الاخر، ما هي الاليه اللي عندك عشان تقدمها وتقول نحن نقدم اليه يعني آلية بديلة للأداء الموجود على جان تطرق أغاني الحكومة ولا تطرق أغاني شخص معين أو تبتهج يعني شخص معين للفساد، عليك أن تثبت عليه مع هو فسادة، وبالتالي عليك أن تثبت غرض بطريقة بديلة. يعني إذا كنت فعلا تحمل يعني نوايا صادقة ونوايا صحيحة تجاه الوطن والمواطن وتجاه القضايا المصيرية اللي تتحدث باسمها. نعم، لكن يعني لا توجد هناك آليات، طالما الإعلان واضح ورفض للحكومة بشكل عام ورفض أيضا كما يعني اللغة التي يستخدمها المجلس الانتقالي، رفض لأي تواجد شمالي في عدن والمحافظات الجنوبية، أي آلية ستكون مثلا؟ لا أخي العزيز، أولا شوف نحاول نحن نهول من الأمور هذه يعني في حد ما تسمعها يمكن بالمواضع التواصل الاجتماعي وغيرها، الأخوة في المجلس الانتقالي نحن على تواصل معهم والأمور طيبة نعم. إذن سيادة العميد، من الجميع يعني نعم نعمل من الجميع عدم يعني أثارت هذا الأمور يعني نعملها من حساسية في كثير من المواقف. نحن يهمنا جميعا كلنا شركاء في يعني انهاء الانقلاب الميليشيات الحوثي الايرانيه في اليمن، وكلنا مسؤولين على يعني تحقيق الاهداف والطموحات التي يعملها شعبنا مننا جميعا. هنا قضايا مصيريه لا يمكن يعني حد يسمح بتجاوزها سواء كان من المجلس الانتقالي او من الحكومه او من يعني القوى السياسيه الاخرى او حتى من يعني اي اطراف اخرى. يعني هناك التضحيات بذلت يعني لتحقيق اهداف وطموحات امال شعبنا، هذه يعني تعتبر خطوط حمراء. نعم، اذا تكرم بالبقاء معي سيادة العميد، ساشرك معنا في النقاش، سينضم الينا الصحفي حسام ردمان من العاصمة المؤقتة عدن. مرحبا بك سيد حسام. اهلا وسهلا. اهلا بك سيد حسام. يعني بداية، هناك تصعيد من قبل المجلس الانتقالي و بيان لوزارة الداخلية بمنع أي تجمعات أو مظاهر مسلحة في عدن، يعني حدثنا عن طبيعة المشهد والمزاج الشعبي في المحافظات الجنوبية. طبعا حالة الاحتقان معروف أنها كانت تولدت من وقت سابق الكثير
من الترسبات التاريخية، إضافة إلى كثير من السياسات الخاطئة التي اتخذتها الحكومة بصورة مباشرة لإدخال الحراك الجنوبي عطفا على حالة الفساد المستشرة في أوسطها. بالتالي هناك حالة سخط شعبي إزاء هذه الحكومة. ولكن الحقيقة بأن الأجواء العامة في عدن لا تنبئ بتصعيد سوداني حتى الآن، أو هذا ما نتلمسه من خلال المؤشرات الأولية سواء على مستوى المزاج العام أو سواء على مستوى حتى الانتشار أو على مستوى تواجد المسلح. بالتالي نحن قد نكون إزاء نقلة جديدة في الصراع، قد ليست بالضرورة أن تتخذ أي مسلح، ولكن قد يكون هناك عملية احتياج سياسي قد تسفر عن فرض قواعد جديدة للعبة. وهذا الأمر الذي كان يتوصله بصورة رئيسية الحراك الجنوبي والسيد عيدروس الزبيدي سواء من خلال مهلته التصعيدية قبل أسبوع أو من خلال تصعيده الجديد. ما حصل هو كالتالي: السيد عيدروس الزبيدي من خلال رافعة المقاومة الجنوبية يحاول أن يفرض قواعد اشتباك سياسية، ومن ثم يضع هناك مهلة زمنية، ومن ثم يتوسل أدوات مدنية. ردود الفعل من جانب الشرعية كانت غريبة للغاية، هي إزاء حضور المقاومة الجنوبية حاولت أن تستبدل الحضور الدولاتي بحضور أيضا مقاوم أو ميليشيوي، فاستعرضت بيانا للخمسين شخصية ودفعت بهم لإبداء تنصلهم من بيان السيد عيدروس الزبيدي، وإن كان طبعا هذه الشخصيات لا تعد وازنة في الساحة الجنوبية. ومن ثم حينما قرر الحراك الجنوبي أن يتوسل أساليب تصعيد مدني وسياسي، لا لكن ما نص عليه البيان سيد حسام، عفوا ولو قاطعتك هنا، ما نص عليه البيان إلى أين يقود الوضع في عدن والمحافظات الجنوبية؟ ما نص عليه البيان هو لا يقود إلى تغيير الوضع في الجنوب، ولكن يقود إلى تغيير بنية السلطة التي أصبحت حصرية لطرف معين ذاك للشرعية، بينما أن الشرعية هي تمثل فصيل أو لفيف واسع من القوى السياسية في داخلها، سواء كانت القوى الموجودة سابقا مثل اللقاء المشترك المؤتمر إلى آخره، أو القوى الحديثة الصاعدة وأهمها الحراك الجنوبي. بالتالي نحن نجد أن ثمة اختلال في بنية السلطة. السيد عيدروس الزبيدي حاول أن يعدل قواعد الاشتباك وأن يفرض الحراك الجنوبي كلاعب محوري في المعادلة السياسية، بعد أن قامت الشرعية تباعا بإقصائه بدءا من قرارات إقالة عيدروس الزبيدي وصولا إلى قرارات إقالة الحالمي والقبقي والجعدي. نعم، لكن مسألة الشراكة سيد حسام، يعني كانت الأمور واضحة، الحكومة الشرعية والرئيس هادي لم يرفضوا الشراكة يوما ما مع أي طرف وأي مكون في اليمن، لكن هناك محددات، يعني هناك أمور تتجاوز مصلحة الوطن. يعني يوم أن أقيل عيدروس الزبيدي أنت تعرف الأسباب. بص شوف، أنت يا تنضيف يا كيف تقول لي أنه ما فيش إقصاء للشراكة وإيش تسمى قرارتك على عيدروس الزبيدي؟ الإقصاء، أنت تعرف الأسباب، حينما يعني يأتون هناك أشخاص يدعون إلى تفكيك البلد، يدعون إلى مشاريع خاصة، هنا يعني يكون مسألة الوطن خط أحمر. وفق معيار يتم تسليم مأرب للإصلاح وجود الحراك الجنوبي في بنية السلطة، أي معيار هذا؟ هل هناك أي وطن؟ هل هناك تمرد معلن في مأرب أو مشروع يعني انفصال وغيره؟ لا يوجد، هذه الدعوات يعني التي ينادي بها المجلس يعني فقط، يعني لا يوجد غيره في مش 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 أنت الإشكال عندك في الشعارات الصورية ولا في بنية السلطة التي أصبحت منغلقة على نفسها؟ ما نريد أن نقوله ببساطة شديدة، أن قرارة الرئيس هادي وإن لم تكن مخالفة صورية لسلطته، رغم أن سلطته على فكرة مش دستورية، سلطته توافقية، فإنها خالفت قواعد اللعبة وخالفت موازين القوى. بالتالي هي أرادت أن تقفز على كل الحقائق الموضوعية ونقلت المسألة إلى حالة انتداب. نحن نظر اليوم مفائله، ولكن الحديث عن أنه الشرعية ترفض الشراكة هذا أيضا كلام جميل للتداول الإعلامي، ولكن إذا أردنا أن نحلل بشكل موضوعي وبعيدا عن أي اختصاصات، فيجب أن نقول بأن هناك طرف سرعان ما ضاق صدره من حلفاء ومن شركاء الذين حاربوا الانقلاب أولا، ومن ثم واجهوا الإرهاب ثانيا، وواجهوا الإرهاب بقدراتهم الذاتية وقدموا وفعلوا، ومن ثم تم التنصل من منحهم أي استحقاق سياسي. الحقيقة أنه في كلا الحالتين تغيب السياسة بالذات بصورة رئيسية عند الشرعية، واليوم الشرعية هي ملزمة بإعادة ترتيب نفسها
بحيث انها تصبح ممثله لكل القوى الموجوده على الارض. هذا هو المنطق، هذا هو المنطق. سواء نعم اردنا ان نواجه هذا. ساعود لي استكمل معك سيد حسام، لكن دعنا نعود لضيفنا العميد عبد القوي باعش، مدير عام التوجيه المعنوي في عدن. اذا سيد او سياده العميد، يعني مظاهرات اذا ما حدثت عدن، كيف ستتعامل وزارة الداخلية مع الوضع؟ يعني هل البيان فقط مجرد يعني تعميم للناس لعدم النزول، ومن ثم حتى وإن نزلوا لا يوجد أي تعامل، فقط يقتصر الأمر على بيان، أم أن هناك يعني تحضيرات أو ترتيبات معينة من قبل وزارة الداخلية لمواجهة أي طارئ على الأرض؟ أخي العزيز، أولا وزارة الداخلية مثل ما ذكرت لك في البداية هي مهمتها حماية المواطن أولا وحماية الممتلكات العامة والخاصة. نعم. وأي تعبير سلمي في الإطار السلمي والإطار الموضوعي والإطار المنطقي والإطار المقبول، لأنه الإطار المقبول هو الإطار المعقول هو مقبول. نعم. يعني ما في أي إشكالية. المواطنين هم مواطنين يمنيين، هم جنوبيين، هم مواطنين لهم حقوق ولهم يعني أمور ما يفترض حد يقبل فوقها. نعم. على جانب بالنسبة لكلام الأخ الصحفي حول يعني أنه الشرعية استخدمت يعني المقاومة أو كذا، هذا الكلام غير مقبول وغير صحيح، وعليه نصحح معلوماته. نعم. وبالنسبة للشراكة يعني الحراك الجنوبي موجود في السلطة، موجود في الشرعية، وأنا أحد قادات الحراك الجنوبي. نعم. لا أحد يزايد في هذا الجانب. هذا الجانب. الجانب الآخر، نحن لا نريد حد يختزل شخصه يعني في 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 مسألة الشراكة أو يختزل نفسه بديل لكل القوى الموجودة. بيان المقاومة الجنوبية واضح، وبيان الحراك الجنوبي اليوم والقوى الجنوبية الأخرى اليوم صدر بيان واضح. نعم. لكن سيد سيادة العميد، خلني أكمل لك. تفضل. الأمر ليس بالتهويل هذا، ولا يعني أنه نتحدث عن هذه الأمور وكأن هذا لجوء من هرجيزيا ولا لجوء من الصومال ولا من غيرها. نحن نتحدث عن شراكة حقيقية في وطن يتسع للجميع. اذا يا اخي، هات البديل، هات البدائل، هات اثباتاتك ما عندك على هذه الحكومة انها فاسدة وانها خارجة عن انها لا تعمل. نحن لا نقول ان الحكومة ملائكة وهؤلاء شياطين او هذا لا شياطين ويعني ملائكة والحكومة شياطين، لا، ولكن هناك اتخاذ خطوات حقيقية وخطوات معقولة وخطوات مقبولة. نعم. عند الجميع علشان الناس تتناقش عليها يا اخي، حتى البديل. لكن مساله فوضى، مساله انه انا اذا لم اكن في السلطه فانا بغلب القانون. بالفعل سيادة العميد وضحت الصوره هنا، لكن يعني هناك يعني اجتماع او قامت يعني هناك تحركات كما تحدثت الحكومه ووزاره الداخليه انها بالتعاون او بالتنسيق مع التحالف العربي. يعني هل هناك موقف موحد من التحالف العربي تجاه نعم ما يحدث، ام انها نعم 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 نحن والاخوه في التحالف العربي طبعا يا اخي، نحن شركاء، احنا والاخوه في التحالف نعم العربي. هي يعني شراكة واضحة في دائما في الخطابات سيدي، لكن هناك فصيل في التحالف، يعني دائما ما يتم بالاجتماعات او في الخطابات يعني مضمون، والدعم الذي يوجه لفصائل محددة هناك مضمون آخر. يعني هل هناك موقف محدد مع الفصيل في الإمارات وهو دولة الإمارات تحديدا في التحالف؟ اسمح لي الأخوة في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأشقائنا في الإمارات العربية المتحدة يقدمون كل الدعم والرعاية والاهتمام للشرعية الرئيس هادي في الخلاص من هذا الكابوس الفارسي الانقلاب الحوثي الموجود على الأراضي اليمنية. لا يوجد هناك اي نوع من عدم التنسيق. نحن من السقيم، نحن والاخوه في التحالف. وفي حال حدث يوم غد سياده العميد، وابشرك انه اليوم كان في مقام الاخ دوله مجلس الوزراء وبحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه،
مع الاخوه في التحالف العربي غير المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه المتحده، وهناك اتفاق على كل الخطوات الموجوده والخطوات الهادفه على الارض لتفعيل مؤسسات الدوله وتطبيق النظام والقانون على الكبير قبل الصغير. وهناك يعني اصرار كامل من الاخوه في التحالف مع الحكومه على حفظ الامن والاستقرار والسيطره العامه في المناطق المحرره. وحتى سياده العميد هنا نعم، لكن هنا نقطه اخيره وباختصار، يعني في حال واجهتم اي اعمال خارجه عن القانون غدا في العاصمه المؤقته ووجدتم ايضا حمايه او مسانده من قوات اماراتيه لمجاميع مسلحه داخل العاصمه، ما دوركم او ما موقفكم من ذلك؟ هذا الكلام يا اخي العزيز، هذا الكلام لن يحصل، وهذا الكلام انا اطمنك من الان واطمن من يلبو دوله انه نحن والاشقاء في مجلس التعاون الخليجي في التحالف العربي متفقين على كل الخطوات، وهم لن يكونوا الا مع شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي ومع امن واستقرار والسكينه العامه للعاصمه عدن والمحافظات المحرره، ونحن يدا بيد حتى تحقيق الانتصارات الكامله وانهاء المد الفارسي. نعم، اذا وضحت الصوره. اشكرك جزيلا العميد عبد القوي باعش مدير عام التوجيه المعنوي، كنت معنا من العاصمه المؤقته عدن. سينضم الينا ايضا من عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب مساء الخير. مساء النور شادي، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد عبد الرقيب، يعني كيف تقرا الاحداث في عدن في ظل يعني ما اعلنه المجلس الانتقالي بانتهاء مهله الرئيس هادي الى غدا واعلان حاله الطوارئ وبالمقابل بيان لوزاره الداخليه؟ هناك عدن عاشت حبست انفاسها طوال اسبوع جرى هذا الاستقطاب والتوتير وإعلان البيانات النارية من قبل المجلس الانتقالي والتهديد ب يعني قرأ البيان، الذي قرأ البيان عيدروس الزبيدي كان يحمل البزة العسكرية وكان يلوح بالمقاومة الجنوبية لفرض خيارات بالقوة، وبالتالي عاشت عدن يعني هذا التوتر. لكن من أمس، من يوم أمس تعدلت الأجواء، تعدل المزاج بخروج وزارة الداخلية وإعلان بيانها الشجاع والقوي والمسؤول. بيان وزارة الداخلية على الأقل قال لنا نحن هنا كمراقبين كمواطنين أن هناك دولة، الدولة موجودة ولن تكون بعيدة عن، لن تترك الفراغ، لن تترك عدن لهذه المشاريع، لهذه العنتريات، نعم، لهذه البيانات التصعيدية. لن يسمح لعدن أن تكون رهينة لهذه الأصوات، وبالتالي حرص بعد ذلك اليوم تطورات أخرى. نعم. اجتمع رئيس الوزراء لقيادة التحالف هنا في عدن. نعم. وهذا الاجتماع له رسائل كثيرة، أن التحالف يدعم إجراءات الحكومة وما ستقوم به، وأعلن قيادة التحالف أعلنت هنا في عدن أن مسألة تأمين المناطق المحررة وبالتالي عدن هي أولوية بالنسبة للتحالف، ولن يسمح للفوضى أن نعم. إذن سيد عبد الرقيب سأعود لأكمل معك، أذهب لضيفنا الآخر حسام ردمان. سيد حسام، يعني المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن أنه في حال انتهت المهلة سيتم إعلان حالة الطوارئ، يعني هل المجلس الانتقالي يعني له القدرة الكاملة على تنفيذ ما أعلنه من خلال البيان؟ مبدئيا خلينا نتفق على أن موازين القوى الموجودة في الجنوب لا تسمح لأي طرف بفرض إرادته دون الاعتبار حسابات الطرف الآخر، بالتالي الحديث عن حالة الطوارئ هو الحديث عن مروحة خيارات تتراوح ما بين الخيار الشعبي التصعيدي المدني وما بين الخيار العسكري. ظهور السيد عيدروس الزبيدي بميزة العسكرية وبخلال المقاومة الجنوبية أو حالي كثيرين خطأ بأنه قد ينجر إلى أي مواجهة، ولكن الرجل لم ينجر إلى هذه المواجهة في لحظة الامتداد الأكبر، لحظة إقالته. بالتالي تجربة سياسية تقول بأن عيدروس الزبيدي سيكون خياراته على نحو أكثر عقلانية، وهذا ما أثبتته مجريات الأيام الأخيرة حينما ذهب المجلس الانتقالي إلى الانتقال الكثير من النقابات والكثير من منظمات المجتمع المدني والتحرك والانتقال إلى بعض الخيارات
الجماهيريه من خلال الدعوه الى الاحتشاد ضد فساد. لكن معظم التلويحات تشير الى القوه سيد حسام. هو توازنات القوى موجوده في اليمن بشكل كامل. طالما توازنات القوى موجوده يعني هناك خيارات سلميه، لكن كل ما يعلن من خلال المجلس هي تشير الى استخدام القوى وبالتحديد في اسقاط الحكومه. مثل دحين استخدام اسقاط الحكومه يعني استخدام قوى. هو يدعو يعني الفصائل المسلحه والكل الى النزول. هو هدف سياسي. بص هو هدف سياسي. ما هي وسائله؟ وسائله اما انك تستخدم قوى او انك تلجا الى التصعيد المدني الشعبي. ما لجا اليها المجلس الانتقالي هو تصعيد مدني شعبي. والدليل على ذلك هو كلام ضيفك عبد الرقيب الهذيلي وهو يقول لك بان الاجواء في عدن لم تعد متوتره، يعني المجلس الانتقالي لو بكره ناوي يفجرها فاحنا نجد المدرعات في كل مكان. لكن هناك مهله ستنتهي غدا. هناك مهله ستنتهي غدا ويعني بضوئها سيتحدث كل شيء. والمجلس الانتقالي لم يكن ينتظر حتى اخر دقيقه من انتهاء المهله كي يبدا التصعيد، هو كان يجهز اوراقه المدنيه، التقى ادريس الزبيدي يوم امس الاول بعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتم الدعوه الى زحف جماهيري الى العاصمه المؤقته عدن. ما قامت به وزاره الداخليه بشكل غير مسؤول هي انها عوضا على ان تقول بانها ستتكفل بحمايه المتظاهرين وحمايه الممتلكات العامه والخاصه دعت الى عدم وجود اي تجمع او اي تظاهر في خطاب سلطوي هي حتى لا تمتلك القدره على تنفيذ. بالتالي انا اجد ان الخطاب هذا لم يكن خطابا مسؤولا للبتة، بالعكس هو يتوخى ايصال حاله الانسداد السياسي الى ذروته واعاده حشر المجلس الانتقالي في الزاويه كي يظهر كجماعه مارقه ومحاوله سلب جميع ادواته السلميه والسياسيه لكي يذهب الى خيار التصعيد العنيف. ولكن عموما ما تقوله المؤشرات هو ان الوزاره الداخليه كانت تريد ان تصدر موقفا عنتريا، هي من تصدر المواقف العنتريه على العموم، رغم انني معجب بموقف العميد داعش حينما تحدث كرجل دوله بانه من حق الجميع التظاهر سلميا، وهذا هو الموقف الذي كان يجب ان تتبناه وزاره الداخليه. وانا امل ان تمضي الامور كلها في اطار سلمي. اشكرك جزيلا الصحفي حسام ردمان، كنت معنا من عدن. اعود لضيفنا السيد عبد الرقيب الهدياني المحلل السياسي. سيد عبد الرقيب، يعني هل لدى الحكومه القدره على تنفيذ ما اعلنته بمنع اي تجمعات مسلحه وتظاهرات؟ يبقى موقف الحكومه هو الموقف المأمول، ما صدر عن وزاره الداخليه هو موقف، لكن تنفيذ هذا الموقف يعني هناك لابد من اجراءات على الارض اذا ما حدث فعل مقابل. بكل تاكيد الحكومه الشرعيه لديها المنطقه العسكريه الرابعه، لديها 4 أندية هي الاكثر اعدادا وعده الموجوده هنا في عدن، لديها القوات الخاصه، لديها التحالف، وبالتالي الحديث هنا على ان التساهل هو المخيف. عندما تساهلت قمعاء في احداث الحوثيين وتحدثت عن ضبط النفط وتحدثت عن لم تروح بالدوله سقطت صنعاء، وبالتالي اليوم موقف وزاره الداخليه هو موقف مسؤول، سينعكس هذا الموقف المسؤول حتى على الجبهات الذين يقاتلون في الصفوف الاماميه الجيش الوطني، هناك خلفه دوله العاصمه المؤقته محميه، لكن التساهل مع الجماعات ايدريس الزبيدي لم يتحدث. ايضا هنا نقطه اخيره سيد عبد الرقيب، يعني تحدث البيان او تصريحات الحكومه ان هناك اجتماع ايضا حدث مع قياده التحالف في عدن، هل هذا يعني ان قياده التحالف العربي باتت يعني جميعها مسانده للحكومه الشرعيه، وبالتحديد هل يعني الامارات تخلت عن المجلس الانتقالي الجنوبي ام ان هناك امور اخرى ليست معلنه؟ المجلس الانتقالي وعيدروس الزبيدي هما ورقه من اوراق الامارات، وما يتحرك به عيدروس الزبيدي هو بضبط. واليوم كما تشير التصريحات ان هناك اعلان من التحالف، يعني اعلان انه مساند لي يعني اعلان من الحكومه ان التحالف يعني وضح مساندته لخيارات الحكومه. نعم، هناك تطورات جوهريه حصلت في عدن خلال الاسابيع الماضيه، دخول المملكه العربيه السعوديه على الخط، مجيء السفير السعودي الى عدن، محاوله تحريك الكثير من الملفات، عوده الموانئ الى حاضره الشرعيه، محاوله لملمه الاجهزه الامنيه المتفرقه والميليشيات في اطار وزاره الداخليه، هذه تطورات جديده
وتجبر على الإمارات هذا الصوت الحكومي والشعبي والأحزاب والمنظمات وأصوات عدن اليوم التي اجتمعت مع رئيس الوزراء، هذه ستجبر المملكة العربية السعودية وستدعي لها دولة الإمارات، ولن يكون هناك سيحرق الورقة الانتقال، سيحترق لأنه عبارة عن ورقة استخدمتها الإمارات لكي تحقق طموحاتها. وضحت الصورة، وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد عبد الرقيب الهدياني محلل سياسي، كنت معنا من عدن. وبهذا نصل إلى ختام الحلقة، أشكر ضيوفي أيضا من عدن الصحفي حسام ردمان، والشكر أيضا لمدير عام التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية العميد عبد القوي باعش. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.